يا ابن آدم، القبر كل يوم يناديك، يا ابن آدم القبر كل يوم يناديك، يا ابن آدم تمشي في جماعة على الأرض وسوف تضع وحيدا في بطني، يا ابن آدم تفرح وتفرح على ظهري وسوف تبكي في بطني، يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الزهد في بطني، يا ابن آدم تنظر إلى الحرام بعينيك وسترى ما يستمر في بطني. يا ابن آدم تسمع الحرام في أذنيك وستسمع الأهوال في بطني. يا تاهي يا غافل، سيحملك أهلك وأخلاؤك إلى تلك الحفرة، سيدفعك مالك وولدك وعملك، سيرجع الكل وسيبقى العمل، ستتزوج الزوجة من بعدك وسيتقاسم الأولاد أموالك، وأنت ينادى عليك، ينادى عليك، رجعوا وتركوك وفي التراب خضعوك وللحساب عرضوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأحنا الحي الذي لا يموت. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كأني بك تنشر إلى اللحم وتنغم، وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الدم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن يكثر العود ويمسي العظم فدون. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى تخدموا المقابر، ستسمع قرع نعالكم وستبقى وحيدا فريدا إلا من العمل. هناك ستمتحن امتحان شديد، وعند الامتحان يكرم الموت ويغنى. امتحانات الدنيا تعظم، والعرف ترقى مرات ثلاثه يوما كريم جميعاً، ويوم الفصل ما بين الخصوم. تناسوا يوم تدن الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم، تناسوا يوم تدن الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم.